أسعد الله صباحكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الغميضة. الغميضة لعبة شعبية معروفة في كل أنحاء العالم، يسمونها في مصر مثلا استغماية، في بلاد الشام الطماية، وتسمى بالإنجليزية هايد أند سيك. الفكرة الأساسية في الغميضة هي أن هناك شيء يختبئ، وهناك من يبحث عن هذا الشيء أو عن الإنسان المختبئ. هذا الأمر تحديدا شديد الصلة وشديد التعلق بفكرة الكتابة الإبداعية والتعبير عن الذات عبر وسائط تصلح للمشاركة مع الآخرين، سواء في الكتابة أو في الرسم أو في التصوير أو في غير ذلك من أشكال الإبداع، في الرقص، في الموسيقى وغير ذلك. اعتدنا في الغميضة أن يكون ضيفنا من أصحاب القدرة على اقتناص خياله وتحويله إلى أشكال إبداعية مختلفة. وضيفنا اليوم في الحقيقة يسلط الضوء بتجربته على العديد من الزوايا في هذه المساحة، فهو مهندس مدني حاصل على الماجستير في تخصص المياه، ولكنه كاتب قصة أطفال وكاتب روائي متحقق وحاصل على جوائز في الكتابة الأدبية في الرواية، كما أنه يشارك في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب هذه الدورة بكتابين مهمين، كتاب عنوانه الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ، وكتاب آخر عنوانه مقدمات طه حسين. هذا الرجل استفاد من عقليته الهندسية وربما قدرته على متابعة مجاري المياه وضبط اتزانها وسريانها لكي ينجح في اقتناص خياله وتحويل هذا الخيال إلى أفكار إبداعية في عدة مجالات. معنا اليوم المهندس والكاتب الروائي علي قطب. باشمهندس علي، اهلا وسهلا بك في بودكاست الغميض. اهلا بحضرتك دكتور علي، سعيد جدا بحضرتك. الله يسعدك يا رب. خلينا نبدا من كتابك الاحدث وهو الغناء والطرب في ادب نجيب محفوظ. ما علاقتك كمهندس بالغناء والطرب في ادب نجيب محفوظ؟ ام انني اقحم هذه العلاقه بشكل لا صله له بالامر؟ لا، هو طول الوقت بالنسبه لنجيب محفوظ بالذات، لكل المبدعين، اعتقد ان كل واحد في رابط ما بيربطه او بيبحث، باعتبارنا في الغميضه بنبحث عن الرابط الخاص بينا مع نجيب محفوظ. يعني نجيب محفوظ ظاهر مش مختبئ، ظاهر من خلال النصوص، من خلال النصوص دي كل واحد فينا يقرا ويبحث عن الرابط ويبحث عن نجيب محفوظ ويبحث عن نفسه في النصوص، يحاول ان يظهر ما يراه هو شخصيا من خفايا وخبايا من خلال تخصصه ومن خلال ثقافته وتلقيه الخاص. وأنت قررت أن تظهر هذه الأشياء وتشركها مع الآخرين. صحيح، لأن الـ كمان الجزء، يعني الرابط مع نجيب محفوظ مع المبدعين كثيرة جدا، ونجيب محفوظ كتاب مفتوح للباحثين طول الوقت، فجزء من ده بنضع في الاعتبار أن أنت بتبحث. يعني لما يكون في نقطة مضيئة ترغب في الكشف كشفها أو العمل عليها، تبحث عن اللي سبق في العمل عليه. لو لقيت ان في كتير وانت مش او انا مش هضيف في اضافه حقيقيه، مش هيبقى مفيد العمل على نفس النقطه. صحيح. اذا الاضافه الحقيقيه هي معيار القيم. فكان عندي محاور كثيره جدا من خلال قراءه نجيب محفوظ، لان نجيب محفوظ ابو الروايه، هو مؤسس الروايه الحديثه العربيه الحديثه، هو ده كان في ذهنه وهو بيصنع مشروع الروائي ومشروع الكتابي. فمن خلال ده بحثت عن النقاط التي يمكن أتناولها عن نجيب محفوظ، وكان بعد البحث، بعد بحث كثير جدا في عدد من المحاور، كان المساحة التي من ممكن أن أضيف فيها هي مساحة الغناء والطرب. هنا أنت وجدت المختبئ في لعبة الغميضة مع أدب نجيب محفوظ. هذا المختبئ كان الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ، وقررت أن ترصد الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ. ما المنهج الذي اتبعته في هذه اللعبة؟ أقول لحضرتك على حاجة في الكتاب، المساحة دي أعتقد أن القيمة الحقيقية بالنسبة لي أو المكسب الحقيقي بالنسبة لي هي إعادة قراءة نجيب محفوظ من البداية للنهاية بشكل كامل، بترتيب الزمن، لأن جزء من المشروع كان قائم على التفريغ ما بداخل النصوص من أغاني ومن أشعار ومن أناشيد مصر القديمة ومن الغزليات الموجودة في الحافظ الشيرازي الموجودة في أولاد حارتنا والحرفيش، وعمل معجم
الجزء الثاني من الكتاب عمل معجم عن يضم كل هذا مرتب. وكمان كان في تجربه ان احنا نضع الاغاني روابط الاغاني المتاح منها طبعا بحيث يسمعها القارئ يشارك في استخدام التكنولوجيا الجديده عن طريق الباركود يستطيع بالضبط كنوع من التفاعليه في الكتاب. فكان ده جزء الجزء الثاني من الكتاب. الجزء الاول في اعتقادي كان قايم كان هو مشروع نقد على قد يعني سواء يخصني في رؤيتي للغناء والطرب في ادب نجيب محفوظ. عندنا مشكله تاني كبيره في العمليه النقديه ان الاغلب يقوم بالتطبيق ناخذ نظريه او ناخذ المفهوم ويقوم بالتطبيق من خلال النصوص. يكون في اضافه يكون هناك اضافه بس لا تكون الاضافه كبيره بقدر ما تصنع انت الخطوه الاولى. قد تكون خطوه مهمه قد تكون الحكم في على هذه الخطوه ليس من خلال صانع الشيء لكن من خلال من يقرا ويعي او يصل الى ما ارغب فيه. فكان العمل من خلال ثلاث محاور. المحور الثالث فيها هو محور تطبيق من خلال التطبيق على نصوص فيها يظهر فيها الغناء وتظهر فيها الغنائيه عند نجيب محفوظ. اما المحور الاول والثاني تقصد انت الان تحلل مجموعه الاغنيات التي اختارها نجيب محفوظ باعتبارها ادوات تواصل مع القارئ من خلال رواياته. تريد ان تشرح او تريد ان تحلل لماذا اختار نجيب محفوظ هذه الاغنيه تحديدا مثلا؟ بالضبط نعم في سياقها التاريخي في سياقها الادبي في سياقها الفكري الذي اختاره وفي سياقها السردي كيف استخدمها نجيب محفوظ. نعم. ممكن حطت الفكره ده ممكن ندي مثال مثلا باغنيه لان هو كمان قال كلام في يوم قتل الزعيم مثلا على اغنيه اللي هي اغنيه مبتذله او يعني كانت كله الا كده ويوم ما عضتني العضل وضعها وكان بيتساءل على مفهومها وياتي في المرايا يقول يعمل موقف لهذه الاغنيه ان البطل يصحبه صديقه الى مكان مبتذل او مكان فيه ويقوم مكان له يعني بالضبط ويقابل هناك دائره فتصحبه معها وفي مكان في حجره ثم تخلع ثيابها فيفزع ويغادر. فهي تغني هذه الاغنيه وعلى سبيل السخريه لانه لم يفعل بها شيء. هنا تتضح الفكرة التي يريد أن يقول لك بالضبط. هو هنا المعنى القريب هو نوع من المفارقة عند نجيب محفوظ إن لم يحدث شيء ما بين البطل وبين الداعي. لكن المعنى الأبعد إن يوم عضتني الحياة العضة المادية الخاصة بي لأكتشف إن الحياة مش الجزء المعنوي فقط. هو لما شاف الجزء الثاني الحس والمادي من الحياة فهي دي عضة الحياة لي. فده المعنى الأبعد. كل الأغاني التي وضعها نجيب محفوظ في إبداعه ليها معاني وليها مستويين مستوى داخل النص ومستوى خارج. هناك انفتاح على تأويلات متعددة يمكن للقارئ حسب ثقافته تلقيها على مستويات التلقي المختلفة. كثيرة جدا وأحيانا تكون غير متوقعة وصعب أن تصل إليها إلا في حالة أن تفكر مثل تحاول أن تفكر مثل نجيب محفوظ. المشروع ده أنا شغال عليه بقالي فترة بقالي تقريبا سنة. في حاجتين او ثلاث اشياء انا لازم الواحد يعني يشكر ربنا عليهم انهم حصلوا علشان لو دول ما كانش حصلوا كان ممكن المشروع ده يتاخر او يبقى. الحاجه الاولى ان انا كنت قريت نجيب محفوظ قبل كده لان كان عندي مجموعه قصصيه كانت الفكره قائمه فيها على استكمال القصص الخاصه بكل مبدع. كان عندي ست قصص طريد الفردوس توفيق الحكيم فكنت مكملة مجموعة اسمها ملخص مصالة. فكل كنت تلعب لعبة ماذا لو أكمل توفيق الحكيم قصة. فما الذي سيقوله علي قطب الآن بالضبط بصوته وبأفكاره لأن بذاكر شغل توفيق. عند يوسف إدريس النداها نفس الشيء. عند خيري شلبي سرق الفرح نفس الأمر. عند إحسان العذراء والشعر الأبيض نفس الحكاية. والبوسطجي عند يحيى حق. واما نجيب محفوظ بقى اخترت لي الحب في وعظبه الحرب. قبل ان تكمل هذا انت يعني انت تذكرني بما انت سبقت الذكاء الاصطناعي لان هناك الان برامج في الذكاء الاصطناعي تحاول ان تع...
تفهم كيف يكتب الكاتب، ثم من خلال المدخلات وتعريف برامج الذكاء الاصطناعي على طريقة صنع الكاتب لجملته وفكرته وكيف يصنع المجاز وكيف يصنع اللغة، ثم تطلب من البرنامج أن يستكمل قصة ناقصة أو يكتب امتدادا لهذه القصة. فالآن أنت يعني سبقت الذكاء الاصطناعي بهذه المرحلة بالضبط. وليها حتى هم بيعملوها دلوقتي في الأغاني، نسمع صوت أغنية عبد الحليم بصوت عدوية أو أم كلثوم والعكس، أو نسمع أغنية كلمات جديدة من صوت هي لو بتستعرض الصوت وأنت استعرت الأصوات. حدثني الآن عن استعارت صوت نجيب محفوظ. الكلام ده كان في 2019، فأنا كنت بدأت أذاكر من بدري، وأحيانا المشروع بينادي واحنا انا مش عارف ايه المشروع، انت ما تعرفش ايه المشروع، بس هو في حاجه بتناديك، صوت بيناديك لحد ما تلتقط هذا الصوت. يعني حتى زي في الغميضه بتاع خلاويس، فانت بتسمع هو المصدر بتاع الصوت عشان تبحث عنه. فكانت دي البدايه، دي ده اول شيء. يعني لو الواحد ما كانش مذاكر نجيب من بدري او قراه على الاقل مره اولى، كان هيبقى اكتشافه للمره الاولى كان هيبقى صعب جدا ان انت تبدا، لان هو طول الوقت انت تغرم بالاحداث فتنسى انك تعمل على المشروع وتستمتع بالاساس. يحتاج قراءات متعدده ادب نجم. صحيح. الشيء الثاني هو الدعم الخاص بدار النشر، بان في رغبه في نشر الكتاب ده حقيقي، ده اشكر عليه بيت الحكم. الشيء الثالث هو اختيار معرض ابو ظبي شخصيه نجم. لما عرفت ده في معرض القاهرة خلال شهر واحد وانا شغال على الكتاب، كان ده دافع ليا ان انا احاول ان انا تنهي مع الاحتفال بنجيب محفوظ. في جهة كبيرة تحتفل بنجيب، فلماذا لا تشارك انت في الاحتفال بما تستطيع؟ فكان دول الثلاث محفزات اللي خلوني يعني اجري شوية او اكمل في المشروع، بس تحاول ان انت برضو ما يجيش ده على حساب المشروع. اتمنى اكون قدرت اعمل جميل. يعني ارجو قبل ان ننتقل الى كتاب مقدمات طه حسين وهو الكتاب الاقدم، نحن الان نرتد في الزمن يعني خطوة بخطوة، اختر للمشاهدين اغنية من اغنيات الغناء والطرب في ادب نجيب محفوظ، واطلب منهم ان يستمعوا اليها مع ايضاح فكرتها. قل لهم استمعوا اليها في هذا السياق الفكري. طب ممكن افترض لهم نعم يعني ممكن نسمع زوروني كل سنه مره، حرام الهجر بالمره، ونسمع بيها يعني ادعو الناس لقراءه نجيب محفوظ. يعني لا تفوت، ما يفوتش سنه من غير ما نقرا حاجه او نقرا شغل نستعيد نجيب محفوظ. كيف ظهرت زوروني كل سنه مره في ادب نجيب محفوظ؟ ظهرت في عملين في بين القصرين في احلام فتره النقاهه، وكانت جايه بمفهومها حتى لعدم النسيان. ويمكن في احلام فتره النقاهه بالذات كانت اللغه فيها شعريه تامه، وكان في توظيف للاغاني بشكل كبير. طبعا الاغنيه من كلمات محمد يونس القاضي والحان غناء سيد درويش، وهي متاحه في الكتاب وغيرها من الاغاني، يعني بدعوا القراء كلهم لسنة. اشكرك. الان مع عميد الادب العربي، انتقلنا من ابي الروايه العربيه الى عميد الادب العربي الدكتور طه حسين، ولديك الحقيقه تجربه شديده الاهميه. أنت ذهبت إلى عالم طه حسين واخترت أن تقدم منه مقدمات طه حسين. يعني هذه الفكرة في ظني موجودة مرة أو مرتين في عالم النشر. هل هناك جديد في هذا الكتاب؟ الكتاب ده يعني كتاب نجيب طبعا صدر بالتزامن مع معرض أبو ظبي. كتاب طه حسين صدر في نهاية العام اللي فات 2023. كانت الفكرة مرة 50 سنة على وفد عميد الأدب طه حسين. ففي دور نشر، أكتر من دور نشر، بدأت تعيد نشر كتب مرة. شيء جميل واحترم وكل حاجة، لكن اللي كان في ذهني ما اللي يمكن أن أنا أضيفه، أو بعيدا عن فكرة إعادة النشر، إيه اللي هكتشفه تاني عند عميد الأدب العربي. فالكتاب، فكان في جلسه كده اصدقاء، كان بصحبه الدكتور احمد السعيد واستاذنا استاذ احمد الشهاوي كاتب الكبير، وكانت وخرجت فكره الشاعر طبعا الشاوي طبعا استاذنا كلنا، كان خرجت فكره الكتاب. الفكره بقى ان انا لما بدات يعني ببحث في الموضوع، طه حسين في محاولتين اتعملوا قبل كده لاكتشاف مقدماته، لانه طبعا يعني المقدمات طه حسين كثيره جدا. فكان عندي محاوله فيها لشكري فيصل، كان وصل لحاجه و20 مقدمه في كتبه مؤلفه، وعندي حسن جغال الكاتب التونسي
أزاد عليهم لحد ما وصلوا 31. ف 31 بما فيهم ال 21 المنشورين من قبل. اه ال 21 اللي هم كانوا 12 كان تقريبا مش فاكر 24 او 26 وزود عليهم وصلوا 31. دول المحاولتين اللي كانوا في اللي طه حسين قبل كده اللي جمع مقدمات. وفي البيبليوغرافيا اللي كان عاملها حمدي السكوت دكتور حمدي السكوت ومارسيل جونز تبع الجامعه الامريكيه ما فيهاش مقدمات ما فيهاش المقدمات هي فيها اسماء الاعمال كلها. فكان اللي مذكوره في عندهم 42 الاسم 42 مقدمه. فبدات اشتغل على ده وبدات ادور ودخلت في الغميضه وتبحث عن المختفي والمختبئ لكي بالضبط. وفي اكتشافات هائله ولما يكون عندك رغبه حقيقيه في البحث الصدفه تساعدك القدر يساندك لان عندك رغبه حقيقيه بتسعى بشكل حقيقي. طيب هو نوع من يقظه الحواس فترى ما يتعلق بما تنشغل به هي ليست صدفه ولكن هو نوع من يقظه الحواس لانك علقت الاسئله في ذهنك لذلك انت ترى الاجابات بينما غيرك لا يراها. بالضبط يعني فوصلت لاكثر من 70 رحله البحث مع طه حسين كانت ممتعه جدا. وصلت لاكثر من 70 وكان في ذهني طب انت معاك كل الماده دي هتتعامل معاها ازاي؟ يعني وصلنا للمكان كيف بقى هنقدر نتعامل مع كل قبل ان تشرح التفاصيل علينا ان نعرف المشاهدين بشكل سريع ما المقصود بالمقدمات. احنا يمكن كاتبين على كتاب ما قدمه عميد الادب العربي لغيره يعني كل المقدمات الكتب اللي هو لم يكتبها طه حسين لان الكتب اللي كتب لها مقدمتها هو اللي كتبها دي متاحه في اعاده النشر. كان عميد الادب العربي حريصا على ان يضع مقدمه جيده لكل من يرى فيهم ملكه منتقده او اضافه في تخصصي او مجال. صحيح صحيح لان ده جزء من كان بيرى ده جزء من دوره تجاه زمايله وطلابه وتلامذته. فده جزء من الدعم ان انت تجد اسم عميد الادب العربي على كتاب بتقديم وبيورينا رؤيه طه حسين وبيورينا الحركه الثقافيه في مصر والعالم العربي خلال 50 سنه تقريبا. كيف يختار عميد الادب العربي وما الذي يثير اهتمام عميد الادب العربي وما الذي يراه مهما وهو عادة كانت مقدماته تجمع ما بين الإضاءة على الجوانب الجيدة والتحذير من الوقوع في فخ سلبيات بعينها كل هذه أشياء شاكيدة بالضبط. وكان أحيانا بيتناول كمان بيتكلم عن المؤلف يعني لما يجي في مقدمة سامي الكيالي بيتكلم عن علاقته مثلا بسامي الكيالي فتبدأ تشوف الشخص ده من رؤية طه حسين يعني كأنه بورتريه بعيون طه حسين للكاتب سيرة غيرية ولكن كتبها طه حسين بنفسه. بالضبط. فعندي هو بدأ مقدمته تقريبا من سنة 20 أو 21 لحد 68 مع آخر مقدمة لي مع لمهدي بندق ونشوف اللي هو الشاب وقتها يعني نعم. فإن هو لحد قرب النهاية كان متفاعل وموجود وداعي وده الواحد كل قيم الواحد بيتعلمها وبيشوفها. صحيح. من أشهر من قدم لكم طه حسين؟ يعني كم مقدمة في الكتاب؟ المقدمات بتاعت الكتاب 78. انت جمعت 78 مقدمه. 78 تعتقد انهم كل مقدمات طه حسين ام ان هناك اشياء مختفيه ما زالت؟ اتمنى يكون كل المقدمات. هو فكره البحث انا طرحت انا اتمنى ان تكون هناك مقدمات اخرى. انت تتمنى ان تكون هذه ان تكون كل المقدمات وصلت في جمع كل المقدمات. من اشهر مقدمه لهم طه حسين؟ توفيق الحكيم ودي كانت صعب الوصول ليها لان النسخه اللي هي سنه 37 لمسرحيات توفيق الحكيم هي نسخه قديمه جدا والمقدمه عباره عن اربع سطور فكان في النسخ الموجوده الصفحه مقطوعه فعلى بال ما توصل لها في نسخه قديمه بتقدر توصل للنسخه دي كانت رحله. اربع سطور اقرا لنا الاربع سطور اللي كانت اربع سطور فقط. دائما البرنامج يحتمل اربع سطور نقراها لنتعرف على هذا الجمال. مقدمة مسرحية توفيق الحكيم دي مقدمة نادرة للكتاب يضم ثلاث مسرحيات لتوفيق الحكيم سر المنتحرة ورصاصة في القلب وجنسان اللطيف ويهتم وهنشوف فيها ان طه حسين بيهتم في مقدمته بتحديد دور الحكيم في إضافة الفن المسرحي للغة العربية. شايف ان اللغة هي المركز الذهني انا شايف طبعا اللغة هي المركز الذهني بتاع حركة طه حسين في مقدمته والكتاب ده صدر سنة 37 وهو من جزئين هو قدم الجزء الأول من المسرحية.
فبيقول وما دام الشعر العربي قد وسع ما حاول شوقي ان يمثله من التمثيل، وما دام النثر العربي قد وسع ما اراد توفيق الحكيم ان يحمله من التمثيل، فمن السخف ان تتهم اللغه العربيه بالعجز والقصور او الضيق عن احتمال هذا الفن. هي دي مقدمه بتاع سنين. لانه هو الان يحتفي بالمسرح ويحتفي بقدره اللغه العربيه على ان تستوعب هذا الفن وتنتج فيه بالضبط بهذه السطور المجزاه جدا. كان دي أشهر من أشهر، أو بالنسبة لي كان توفيق الحكيم فيه طبعا مقدمات ليها قصص لطيفة، أو إن مثلا الكتاب بيصدر فطه يقول لهم أنا كان نفسي الكتاب ده أقدمه فياخده في الطبعة الثانية يعني مثلا هو قدم لنجيب محفوظ الطبيب السيرة بتاعته، فلما نشوف ان هو بيقول ان هو كان مريض مثلا وكان حابب ان هو يقدم الكتاب فخده في الطبعه الثانيه المقدمه بتاعته. والحقيقه ان احنا باجي اتامل ده بشوف ان طه حسين نجيب محفوظ الطبيب المسيحي اللي ولد والده نجيب محفوظ، فان 1911 كان حصل ده وكان لسه هو شاب وقتها، فبتشوف المجتمع كان شكله عامل ازاي، المجتمع المصري في هذا ان رجل يعني يخلي طبيب مسيحي يولد زوجته، قد ايه المجتمع ده كان منفتح وكانش فيه كل المشاكل اللي ممكن تقابله. هي اشاره الى الانفتاح، ولكن ايضا يقال ان كانت الولاده متعسره شده، وكان على الاب ان يلجا الى طبيب، فيعني كان هذا تجاوز لاعراف المجتمع. إذن هو ليس دليل على انفتاح المجتمع، بس هي بتدي إشارات برضه يعني ربما، ولكنها هي ليست دليلا على انفتاح المجتمع، ولكن ربما دليل على يعني رقة هذا الأب الذي قرر أن يتجاوز أعراف المجتمع من أجل صحة زوجه والطفل. يعني أعتقد كمان هو كان سمى الولد على اسم الطبيب كنوع من الامتنان، كان ممكن يعني أعتقد أن دي ما كانش هو مضطر. نعم، بس هي إشارة خاصة وليست للمجتمع كله، يعني هذا بس ما أردت أن أناقشه بالضبط، بس ممكن تديني جزء منها على التطبيق، أو أن لحد الواقعة دي لما بتحصل انت ممكن تقدر على ان انت تشيل، او هي استمرت بعد ذلك، فبدات اشارات الى ان المجتمع سوف ينفتح يعني بدرجه جيد. انا اريد ان اتحدث مع المهندس علي قطب الان الكاتب. قبل ما ممكن برضو حابب مقدمه عن مقدمه طب انجي افلاطون. نعم، دي مقدمه مهمه لان برضو ليها حكايه لطيفه. انجي افلاطون كانت ذاهبه لمؤتمر النسويه وفي سنه 45 تقريبا في فرنسا، وعملت بعد كده لمداخلتها صنعت منها كتاب اسمه 80 مليون امراه معنا، وذهبت بيه لطه حسين قابلت السكرتير واديته النسخه بتاعه الكتاب، فلقيت ان هو بعد كده بيكلمها بعدها باسبوع بيكلمها وبيقول لها ان عميد الادب العربي كتب لها المقدمة، فبتاخد المقدمه وبتحط وبتنزل الكتاب، فالكتاب بيصادر في الوقت ده سنه 48 تقريبا، فبتبدا تاخد الاجراءات وترفع قضيه ان هي عشان ترجع الكتاب تاني ويرجع الكتاب يعاد الى السوق. لما بتاخد الحكم بيكون طه حسين بقى طه باشا، فهي بتشطب بخط ايدها بك وتكتب كلمة باشا في النسخ بعد كده التي توزعها بعد كده. فدي برضو فنلاقي قصص كل مقدمة خلفها. بس أنا لما جيت أشتغل على المقدمات يمكن شكري فيصل وحسن جغام، وهقف عند حسن جغام برضو في اللحظة هرجع، كانوا مصنفين موضوعي يعني الشعر السرد الترابط، وانا ونعتبر طبعا الترجمه هي صوت الصوت الكاتب، فحتى لو طه حسين هو المترجم باخد المقدمه بتاعه طه حسين للترجمه لان هي في الاساس لصاحبها. فانا رتبت فضلت الترتيب انه يكون زمني عشان اشوف مع تطور المجتمع وتطور طه حسين نفسه في المقدمات وتطور التاريخ من الاقدم من الاقدم الى الاحدث، يعني فضلت ان منهجي يكون منهج زمني يعني ترتيب في ترتيب زمني. لما عود لحسن جغام تاني كان في واقعه برضو استدركت يعني استدركتها عنه وحطيتها في المقدمه، ان هو كان حاطط نسب مقدمه لعلي الدعاجي، وهو علي الدعاجي ده ابو القصه في تونس، بيطلق عليه ابو القصه في تونس، وهو توفى ما كملش 40 سنه، كان حاطط مقدمة طه حسين ليه. هذه المقدمة كانت منسوبة لطه حسين، هي ليست مقدمة لطه حسين. علي الدعاجي كتبها ووضحها
في اقوال الناس بتقول ان هو كنوع من انواع التحيه، بس هي مش تحيه، هي سخريه، كانت سخريه من القبط اللي بيقروا عنوان القصه وعلى اساسها بيكتبوا كلام كبير جدا ملوش ممكن يبقى علاقه بال، يعني هو وضعها باعتبارها لعبه سرديه يعني. بالظبط. ووقع فيها بعد كده اكتر من كاتب ان هم نسبوا ده لتحسن، يعني الخطا في التلقي، وعلي الدعاجي لم يعمد الى ان تكون هذه خدعه ولكنها لعبه سرديه هي جزء من، لانه كتب على نمط ولسان طه حسين، وتحت في نهايه القصه في نهايه المقدمه كتب بقلم علي الدعاجي. فانا بالنسبه لي كان الامر واضح، ما اعرفش ليه حصلت مع حسن دغام، وكتبه حديث يعني بعد ظهور كمان المحركات البحث، كتابه صدر في 2016، فلا اعرف لماذا وقع في هذا الخطا، خصوصا بس مش هو الواحد، لان في اكتر من ناقد، وخصوصا النقاد اللي اشتغلوا، لان هم عملوا على علي الدعاجي كتب، فتلاقي ان حد كاتب انا بختلف مع طه حسين فيما كتب عن علي الدعاجي، وطه حسين لم يكتب شيء، كانهم وقعوا في فخ علي الدعاجي الذي اراد ان هو يشير ليه في الثلاثينات، فهم وقعوا فيه في 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 بعد الفيلم الغميضه في حمائلها ولم يكتب جدا. بالظبط. تحدثني عن علي قطب الروائي، انت لك ثلاث روايات منشوره، اربع روايات منشوره، منهم روايه حصلها على جائزه ساويرس بالظبط الثقافية في مصر. كنت تحدثني قبل التسجيل عن أهمية الجوائز وما تصنعه الجوائز على محور الاهتمام الإعلامي واهتمام القراء بالرواية. إلى أي حد أثرت عليك جائزة ساويرس في مشهد الأدبي المصري؟ هو الجوائز ليها دور كبير جدا، هي ليها شقين، الشق المادي والشق المعنوي طبعا للكاتب، على اعتبار ان اغلب الكتاب الاساس في 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 ان هم في 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 دخلهم هو مش ما بيكونش من الكتاب. لا هي بتشير للكاتب يعني، بس لا يفضل اطلاقا ان الكاتب يكون منتظر الجائزه علشان خاطر يشعر بالتحقق. هو التحقق بيحدث بمجرد ما الواحد خلال العمل وخلال مجرد ما يشوف كتابه مطبوع، بمجرد ما ده حصل خلاص على الكاتب اللي يفكر في الجائزه. الا يعني، واعتقد برضو يعني حضرتك ترى ده اكتر مني، ان في ناس بدأوا مع حضرتك ووقعوا ما كملوش. طب دول اكيد كانوا منتظرين اشياء تانية غير الكتابة بدرجة، هناك اسباب كثيرة من ضمنها يعني. فالناس اللي بتقع من معانا خلال الرحلة بتاعت الكتابة، مش عايز اقول ان هم كانش عندهم شغف حقيقي او ما كانش عندهم مشروع حقيقي، ممكن تكون اسباب كتير، لكن طول الوقت الكتابة بتضغط عليا يعني، عشان أفضل طول الوقت أمارس ده وأعمل ده، وبتكون هي مش نوع من الهروب، هي نوع من التحقق ونوع من البحث عن معنى الواحد يقدر من خلاله يشكل رؤيته للحياة. هذا الحوار يقودني إلى ما أحب دائما أن أناقشه في الغميضة، وأن أناقشه في فكرة اقتناص الخيال. البعض يعتبر أن الموهبة هي الأساس، وأنا شخصيا أقف عند مصطلح الموهبة دائما مترددا ومتشككا. هل هناك شيء اسمه الموهبة؟ بمعنى هل إذا كان الإنسان موهوبا سوف تتدفق هذه الموهبة دون عناء؟ ما الذي تحتاجه الموهبة لكي تظهر ولكي تتحول إلى منتج يمكن مشاركته مع الآخرين والحكم عليه بمعايير التلقي المختلفة؟ مصطلح الموهبة يوقع بعض الناس في أزمة أنه إذا كنت موهوبا فسوف تتدفق موهبتك. تذكر ربما إذا كنت من العاملين في مجال الإعلام والتحرير والكتابة، من يقولون أن الموهبة مثل الحليب أو اللبن، عندما يفور سوف تصعد الرغوة وحدها وتملأ المكان. البعض الآخر يرى أن الموهبة نعم مثل اللبن، ولكنها داخل ضرع البقرة تريد من يخرجه، وهذا الإخراج عن طريق تغذية المخيلة وعن طريق المران والتدريب والبحث. كيف تنظر إلى مصطلح الموهبة؟ في ما يسمى بالموهبة، طبعا متفقين أن في الأساس الموهبة. مش متفقين، أنا أريد أن أسمع. أنا متفق مع نفسي، متفق مع نفسي أن في موهبة، في دافع أو في موهبة الكتابة أو موهبة الرسم أو في لعب الكرة مثلا، لكن هل الموهبة وحدها تكفي لصناعة مبدع؟ بالتأكيد لا.
في حاجات كتيرة جدا بتلعب أو بتشكل المبدع. هنتكلم على الكتابة بشكل خاص، تحتاج لقراءة، وقراءة في كل المجالات، مش مجال واحد بس، تحتاج لتدريب، تحتاج ان انت تكون مخلص للكتابة، ان انت بتفرغ لها جزء كل يوم من وقتك. نجيب محفوظ عنده وقت للكتابة، فكرة ان طول الوقت تكون في او تحاول تبقى في دائرة متعلقة بيها بالكتابة. في ناس بتصنع ده من خلال انها تلتحق احيانا بورش، هي موهوبة، عشان لو بتعمل في حاجة بعيدة تلتحق طول الوقت عشان تقدر تحفز الموهبة دي وتقدر تدعمها وتقدر وازاي تنمي خيالك. يعني انا في كان عندي سؤال شغلني في رواية كنت نشرتها في 2021 اسمها كل ما اعرف، فكان السؤال ده عن اغلى شيء ممكن ان هو الانسان يشتريه، ده كان من وجهة نظر احد الابطال يعني. فكان الرد واحد من الابطال هو الخيال، اغلى شيء لو هيدفع قصاده فلوس، كان ما كانش شايف ان هي الصحة، ما كان شايف ان هو الخيال، ان الواحد لو يقدر يشتري الخيال ده، يشتري خيال لا محدود، ده يصلح ان هو يكون اغلى شيء في الدنيا. لان ده لو عندك خيال حقيقي هتقدر توصل لابعاد ما حدش غيرك يقدر يوصلها. فهي دي الموهبه. دايما نسمع مثلا كيف عرفت الخيال في هذه الروايه؟ انت الان تحدثت عن الخيال باعتباره افتراضا وكانه منتج يمكن شراؤه وتملكه. ما تعريفك لهذا المنتج؟ ما هو الخيال؟ هو اطلاق لكل الحواس، اطلاق ان انت تطلق حواسك بلا اي حدود، فتقدر ان من خلال حتى لو احنا بنتكلم على شخص مقعد، وكان دي الفكره في الروايه، ان هو يقدر يصل لكل حاجه من خلال خيال، ان هو يقدر تستكشف العالم، تشوف كل حاجه في الدنيا، وتشعر بمذاق بقى بكل المعاني الخاصه بالحواس، بكل برامج العوالم الافتراضيه الان حققت هذا الامر. انت يمكنك ان تعيش في اي مكان وكانك فيه من خلال نظارات متعدده الابعاد تضعها على عينيك وتعيش هذا العالم. ولكن المخيله او القدره على التخيل هي شيء يصنع، أن تكون داخل العالم. نعم. ولا تشاهده من خلف زجاج. فاعتقادي أن ما زلنا أي عالم ندخله كمشاهدين، لا يمكن لمس الأشياء، لا يمكن الشعور حتى الآن بالشيء، يمكن أن نراه، لكن هل نشعر به شعورا بإحساس كامل أو شعور كامل؟ أنت غادرت عالم الخيال، أنت تخيلت أنك سوف تمتلك الخيال إذا حققت الخيال وجعلته واقعا. أنت بينما تظن أنك تمتلكه فأنت تغادره. هذه هي الإشكالية التي انتقلت إلي من توصيفك للعبة الخيال. أشاركك، إحنا عندنا اختلاف حول مصطلح الموهبة، وعندنا اختلاف بسيط حول مصطلح الخيال، ولكن هذا الاختلاف جيد ويغذي مخيلة المشاهد والمستمع لكي يفكر ما هو الخيال. بالضبط، هو محفز للنقاشات كثيرة جدا. ممتاز ممتاز. لفت انتباهي انك بدات كاتبا للقصه للاطفال في حديثنا قبل التسجيل. بالظبط، لان انا كنت لسه يعني مراهق، او كان بدايتي في الكتب، بحب اقرا قصص. انت تتحدث عن القراءه الان. بدات بقراءه قصص الاطفال، فبتهيالي بقى ان فكره الموهبه دي بدانا بميكي وسمير وتنتان. بالظبط، نعم، وبطوط والمغنيين الخمسه، محمود سالم طبعا، وحجازي في التنابله واللباد. فكانت الفكرة أنا عايز أكتب، ومش زي أي حاجة تانية، رغبة تانية مؤقتة وبتزهق. نعم. بتهيألي بقى هنا في جزء الموهبة بيخلي في نوع من الأنواع الاستدامة. أنا أسميها كما سماها العرب القدامى قبل أن يدخل مصطلح الموهبة منقولا عن الثقافات الأخرى، سميت ملكة. أنت الآن اكتشفت أن لديك هذه الملكة، والملكة تملك صاحبها كما يملكها، وهو هذا هو الفرق عندي بين الموهبة والملكة. الموهبة وكأنها وهبت لك وأنت لا تملكها، أما الملكة تملك صاحبها إلى أن يملكها، ثم يبدأ الحراك في هذا الموضوع، تحتاج إلى اكتشاف وتمرين وإلى آخره. فأنت اكتشفت الآن موهبتك وفقا لمصطلحك، ولكنك وضعت يدك على ملكتك التي تملكها والتي تملكتك، فسعيت إلى أن تمتلكها. هذا هو السعي الذي يتحقق معه العمل والإنتاج. بدأت إنتاجك؟ بدأت إنتاجي قصة الأطفال، فبدأت أكتب شبه اللي أنا كنت بقراه،
وكان في نقطه فرقه بقى، ان في لحظه انت بتشعر ان انت بتكتب مش شبه بقى اللي انت بتقرا. انت دي نقطه التحول ككاتب بقى، او بدايه كاتب. واحده واحده كده مع مرور وقت بقى في فرصه ببعت للمجلات فبدات تنشر لي، فبقى عندك مثلا ليك قصه مره في الشهر مع رسوم لطيفه، فبتشعر ان انت بتصنع اي مجله. علاء الدين وفتره علاء الدين وفتره مدى المجلتين الاطفال المصريه في 2008 الكلام ده. و النفس بدا يطول شويه في الكتاب، وبتكتب بتتشكل وعمرك بيكبر شويه، فبتكتب روايه قصيره او نوفيلا. فكان في مسابقه في دار روايه قصيره للنشر والاطفال ايضا. انت تجاوزت فكره الاطفال يعني. وفكره ان دي حاجه برضو انا مدين بيها للنشر المبكر. ما كنتش هايل بقى الموضوع يعني، اللي بيتاخر ممكن اللي بيتاخر في النشر بيفضل يتاخر طويل في اي مجال، فما بقتش هايب، ما بقاش فيه خوف من فكرة النشر. فبعت للدار دي وقتها ونشرت لي العمل في 2008. فبدأ كنت سعيد جدا بده، وبدأت اشتغل على مشروع تاني على رواية تانية. قعدت اشتغلت عليها تقريبا سنتين، انهيتها في 2010، وبدأت ابعتها لدور نشر في وقتها. يعني كان النشر بعد 2011 في مصر تغير بقى اكتر، فدور النشر بقى متاح. كان لسه في 2010 كان لسه الدنيا كانت محدودة، بدأت تتغير بس لسه ما كانتش الصورة بدأت تبقى. في 2011 نشرتها وخدت حصلت على جائزة احسان عبد القدوس، وكان بيحكمها في الوقت ده سوي الروايه بس اسمها ميكانو. كنت كاتب الاسم بالمي بالانجليزي وكانوا بالعربي، عشان في محاوله بقى يعني كده سرد بصري ايضا. انت بتحاول تكتشف ابعاد جديده للكلمه واحده. فميكانو بالعنوان اللي هو الاساسي اللي هو لعبه الميكانو، او مي انا وكانوا من كانوا معي في الابطال. فالكلام ده كان في 2011، وحصلت على جائزه احسان عبد القدوس، وكان بيحكم في وقتها استاذ فؤاد النيل. وهو رشحني كمان، كان استاذ حسني سليمان في شرقيات وقتها، طبعا كانت دار نشر كبيره جدا وكانت بتنشر اسماء كبيره، وكنت سعيد جدا بالتجربه دي. وبدات اشتغل بعد ما نشرت وخدنا الجائزه، بدات اشتغل على روايه ثانيه اللي هي روايه انثى موازيه. دي كانت فكرتها قايمه على مقطع فيديو بينزل على اليوتيوب لبنت هي، بس هي تخفي وجهها يعني مش باينه، فيديو مقطع بترقص فيه، والفيديو ده بيحقق انتشار كبير جدا. المقطع ده بينزل في 2013، وببدا ارجع 10 سنين اجيب قصه البنت دي من اول ما كانت في الجامعه في 2003، وكل التغيرات اللي بتحصل في العالم كيف يمكن ان تؤثر على شخص قاعد في مكان صغير جدا في القاهره. فبنشوف التطورات دي، البنت دي من 2003 لحد 2013 لحد نزول الفيديو، زي عبير اللي هي البطله تحولت هذا التحول لحد ما وصلنا للفيديو وبنهي الروايه بعد نزول الفيديو باسبوعين، وبيبقى هي النهايه بتاعت العمل. دي الروايه دي حصلت على جائزه ساويرس في 2017. وبعدين اشتغلت على وده بقى اللي كنت بنتكلم فيه على موضوع فكره الجوائز. كلمني اكتر من ناشر لو انت عندك عمل تاني ما كنتش اعرف يا جماعه ان انا هكسب. لانك فزت بجائزه ف يعني عرف اسمك وبحثا عنك. نعم. فما كانش عندي مشروع وقتها، بدات اشتغل تاني على روايه جديده انهيتها في 2020. كانت الفتره برضو لسوء الحظ كانت ملخبطه بسبب الكورونا، العالم كله كان متوتر يعني، فاتنشرت في 2021. ولما نجحت بدات يعني عملت ثلاث طبعات وحققت شويه نجاح، الواحد دي احمد ربنا عليه. شجع ده دار النشر انها تنشر لي روايه انثى موازيه دي، اعاده نشر للروايه. كان العقد بتاعها خلص فرجعوا نشروا لي الروايه تاني في 2022. والان انت لديك روايه جديده ننتظرها ان شاء الله. وانا رجعت بقى لكتابه الاطفال تاني، اللي حصل ان انا بعد 2022 نشرت روايه للمراهقين بعنوان 11 مهمه لاستعاده العالم، عن طفل اسمه اسامه او مراهق اسمه اسامه بيستيقظ فبيلاقي نفسه في عالم فاضي، وعشان يرجع للعالم ده مطالب ان هو يعمل 11 مهمه عشان يرجع لوالدته تاني، فكل فصل بمهمه عشان يرجع للعالم. ونعرف اصلا هل العالم ده حقيقي او عالم متخيل، دي داخله رحله الروايه بتاعت اللي هتشوف. ونشرت الروايه اللي حصلت روايه للاطفال برضو، حصلت على جائزه معرض القاهره للكتاب في 2023، اسمها احفاد اليس الثلاثه وعصبت الالوان. بتخيل ان اليس صاحبه اليس في بلاد العجائب عندها ثلاث احفاد،
وثلاث احفاد دول بيدخلوا مغامره وفي نفس الوقت عندهم هاجس هل جدتهم دي كانت فعلا زارت بلاد العجائب ولا لا. فاحنا عندي خطين، خط المغامره وخط الحدوته القديمه اللي هم عايزين يكتشفوا هل دي كانت حكايه بقى، البحث بقى في الغميضه عن البحث عن هل ده كان حقيقي ولا كان متخيل من جدتهم. والقصه عصابه الالوان في جهاز تم اختراعه ويتم سرقته على الناس، فان هو بيسحب الالوان والناس بيخلي الناس تعيش في الابيض والاسود. يا عوالي معاه بطوط وده جدا دي مساحه يبدو ان انت من المغرمين باستكمال منتج الخيال السابق الذي تكرس لدى الناس. وسؤال ماذا لو اكملنا هذا العالم بالضبط. ماذا لو اخذنا هذه الشخصيه وادخلناها في سياق جديد واستثماره، كيف تستثمر المتاح لتصل به الى حاجات غير الى سقف سماء ابعد. القطب المهندس هو الذي يفكر الان من اول الميكانو، الميكانو له علاقه بالهندسه وله علاقه بالفكر والتركيب. فانت الان لابد ان يكون لديك منتجات وانت تفكر في كيف ساركبها بطريقتي الخاصه، كيف البناء الدرامي في اي عمل. نعم. حتى على مستوى الكتب البحثيه الكتب النقديه. نعم. لو تعاملنا مع السرد كمبنى كيف يمكن ان تصممه وتنفذه. اذا انت تذهب الى العمل بعد ان تضع له مخطط كامل باحداثه وشخصياته والعلاقات بين الشخصيات، ثم تبدأ الكتابة في الرواية. هذه الطريقة التي تعمل عمل كمخطط. نعم. وليس ما بحب يعني لا أحب الارتجال. نعم. كل شيء محسوب بدقة وستنفذه مثلما رأيته قبل تنفيذه. قد تقابلك مشاكل. نعم. أحيانا يمكنك التغلب عليه، لكن الأساس ألا توجد مساحات كبيرة أو مساحات واسعة للتشتيت أو قد صادفك فكرة تعمل عليها أو وإلى أي حد يمكنك إلى أي نسبة يمكنك أن تقول نجحت بنسبة كذا في نجحت كل مخططاتي أو نصف مخططاتي. المخطط الذي فكرت فيه وتصورته ووضعته على الورق هو بالفعل ما نجحت في تنفيذه في الرواية. في أغلب الوقت بيبقى 80% من العمل إن هو ما فيش مساحات واسعة، ببقى شايف ده نوع من أنواع التشتيت. ممكن في درافت تاني او في بروفه تانية للروايه خلال بقى عمليه التحرير، والواحد لازم يترك العمل فتره طويله وهو لا يقوم بتحريره بنفسه، يرجع له تاني يكتشف فيه حاجات، فتبقى عمليه بناء جديده كانك بتزيد طوابق. أيوة. في طوابق ولا تنسف طوابق. احيانا بتبقى في زياده، هو التحرير ليس مقتصر على الحذف. يعني اغلب الناس لما بتيجي كلمه التحرير في ذهنها بتيجي فكره الحذف، احيانا بتبقى فكره الغاء خطوه. نحن نتحدث الان عن اعاده الكتابه وليس التحرير. بالضبط. بس طالما انك انت من يعيد النظر في عملي فانت في مرحله اعاده كتابه حتى لو لم تعد الكتابه، ولكن هو ليس تحرير. اقصد انه انت تدخل بنيه الحذف والاضافه. بس معنا هي انا بس بقول ان هي جزء من التحرير كوفق رؤيه معينه، ان ككاتب انا علي الكاتب يسلم علي المحرر نسخه. نعم. فبيطلب منه رأي. نعم. كعملية تحريرية. نعم. فبيعيدها لي تاني، أنا لو عمل زودت كذا في الخط ده هيبقى الموضوع هتوصل فيه لأبعاد أكتر. نعم. فبترجع تاني لعلي كاتب يرجع يشتغل عليها كجزء من الحوار. لفت انتباهي أنك تتحدث دائما عن الإضافة، وهذا جيد بمعنى أنك ملتزم بالبناء السابق ولكنك تريد أن تضيف إليه الآن أشياء أخرى لتظهره وتبرزه. لأن أحيانا عملية الحذف بتبقى لعبة خطيرة جدا، لازم علشان حد يعملها هو الموضوع يبدو سهل لكنه محتاج حد متمكن جدا، ان انت كأنك بتكسر عمود في مبنى بعيدا عن فكرة التحرير اللغوي. استاذنا سمعان ابراهيم قال انه الروائي يحتاج لكي يستطيع ان يأخذ القرار بالحذف يحتاج الى عدة سنوات من الممارسة والخبرة لكي يستطيع ان يقرر ان يحذف من عمله، ويرى ان هذا الحذف سوف يشكل اضافة وليس خصما من العمل. بالضبط. هو كمان بيبقى الموضوع احيانا مغري، ان انت بتشتغل على روايتك تاني، فانا طول ما هي لسه ما اتنشرتش انا قادر ان انا اعمل. فاللي بيصادفني بقى كمحرر ان لما بقول يعني بشوف نصوص فيجي حد يوريني يقول لي ده انا في النص ده اشتغلت عليه، فشوف الشغل ده مش بالضروره العمل على النص بيوصلك لحاجه اكتر، بالعكس بيكون ساعات النسخه الاولى افضل بكتير من النسخه الثانيه. فنعيد النقاش. ففكره كسر النمطيه
ان كل العمل على ما تعمل على النص بتاعك هيكون ليس من الضروره الحذف وليس من الضروره الاضافه، ولكن الحذف الجيد في وقته والاضافه الجيده بالظبط والتبعيه. يبقى لا، مش بالضروره النسخه الثانيه تكون افضل من النسخه الاولى، بالعكس ممكن تكون النسخه الاولى افضل من النسخ التاليه. صحيح. هذا حوار لن ينتهي، وانت راجل متعدد الاهتمامات ومتعدد الخصائص ومتعدد الملكات ايضا، ولكن وقت الغميضه للاسف وصلنا الى نهايه الوقت. سعدت بالحوار معك المهندس علي قرب الروائي كاتب قصة الأطفال والقصة القصيرة والباحث الجيد في عوالم الأدب. سعيد بحضرتك جدا دكتور، شرف ليا وسعيد أنا اشتركت مع حضرتك في بعض المواضيع والأفكار، وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا لكم، كنتم مع الميدة والكاتب والمهندس علي قرب، في أمان الله.